أعلن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة في مملكة البحرين 2016-2025. وتهدف الخطة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030. استمرارا لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية، رعى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة برنامج الخطة الوطنية للصحة وضمان الصحي لكسر التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في النمو السكاني المتزايد والوضع الديموغرافي في مملكة البحرين. مجلس الوزراء أقر الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الخطة الوطنية للصحة في البحرين، وهذه الخطة اللي هي بني على أساس شو اللي بيحدث في البحرين في السنوات القادمة إلى سنة 25، وهذه كلها طبعا لها علاقة بتوفير الخدمات الطبية من بشموليتها، وبالإضافة إلى توفير جودة الخدمات الطبية بالنسبة للبحرين، وطبعا المشاريع الموجودة عندنا في مركز القلب ومركز السرطان. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس الأعلى للصحة ليؤكد أن هناك عدة محاور ترتكز عليها الخطة الوطنية للصحة في خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ورفع الجودة الصحية وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية وتفعيل الحوكمة للمؤسسات الصحية الحكومية. البرنامج هو عبارة عن يعني طريقة توصيل الموضوع إلى الجمهور، وبيان لهم أهمية البرنامج اللي ياسين نشتغل عليه من ناحية الضمان الصحي ومن ناحية توسيع وتخديم وتحديث الخدمات الصحية ككل، وهذه الحقيقة اللي نبي نوصل لها، يبي الجميع أنه يثقون والله أن الحكومة تقدم خدمة مجانية للبحرين بشكل أفضل وبشكل أكفأ. ويعد برنامج النظام الصحي من أهم البرامج الوطنية المستقبلية في القطاع الصحي الذي تم عرضه على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف المجلس الأعلى للصحة باستكمال الدراسة وعرض خطة طريق لتطبيق المشروع. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.